إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، المتابعون والمتابعات، نستمر في الكلام عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مرت علينا خطب تكلمنا عن نزر قليل من رحمته، وإني لأقف اليوم مفتخرا رافعا هامتي، وأنا أبث وأنشر سنة رسول الله، وأبين الرحمة التي بها أرسل صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم ورحمته في تعامله مع أمته، وفي تعامله مع المذنبين، وفي تعامله مع المنافقين والكافرين، وفي تعامله مع النساء، وفي تعامله مع الأطفال. واليوم سنقف مع شيء قليل من تعامله مع الحيوان. وقد نسمع من بعض المسلمين كلاما فيه كما يقال يهرفون بما لا يعرفون، ولم يقفوا ولو مع شيء قليل من سيرة رسول الله في تعامله مع الحيوان. تجدهم يعني يتشدقون بالكلام عن حقوق الحيوان إلى غير ذلك من الأمور. وإني لن اختلق كلاما من رأسي، بل سأخوض ويعني أدخل إلى مرتعي وإلى ذلك البحر العميق المملوء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ منه بعض الأحاديث. وقد سبق أن ذكرت أرض وبلدة وقرية لا ترتوي ولا تنهل من هدي رسول الله، فهي رمس أو قبر. أول حديث سأكتفي اليوم كذلك بذكر ثلاث أحاديث. الحديث الأول الذي جاء عند الإمام أبو داود، وهو صحيح عند أهل الحديث، من حديث عبد الله بن مسعود. وانتبهوا معي أيها الفضلاء أيها الكرام، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، قال فأخذ رجل بيض حمرة، والحمرة هو طائر، فهذا الطائر باض بيضتين، فأخذ رجل بيضة حمرة، هذه البيضتان يعني أخذتا، فجاءت
جاءت هذه الحمرة ترف ترف يعني بجناحيها هكذا قرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأس رسول الله، فقال أيكم فجع هذه؟ لأن النبي رأى هذا الطير يرف هكذا بجناحيه فقال هذه طير فجعت، هناك شيء وقع لها. قال أيكم فجع هذه في بيضتها؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها، أي أردد تلك البيضة، أردد هذا الذي سيصير فرخا، وفي بعض الروايات فرخين. شوفوا انتبهوا، يعني سبحان الله، أنتم تعلمون أن هذه الحمام أو الطيور تضع بيضات وبعد ذلك تبقى ثم تصير فراخا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى طائرا يرف يعني، فقال هذا فجع، هذا هناك شيء وقع له. فقال من أخذ بيضتها؟ فقال رجل أنا يا رسول الله أخذت بيضت. قال أردد رحمة لها، ليبين أن هذه العاطفة التي كانت لرسول الله وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مقتصرة على البشر، بل تعدت إلى الحيوانات، وذلك مصداق لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، وفي رواية حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة هي القطة، تدخل امرأة النار، لماذا؟ ما عملها؟ ما ذنبها؟ أنها تركت حبست قطة حتى ماتت، حتى ماتت هذه القطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل النار، امرأة تدخل النار في هرة قطة حبستها، وعلل قال لا هي أطعمتها أعطتها الطعام ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تعامل هذه الحيوانات معاملة مسلوبة من الرحمة، ليست فيها رحمة. عندك قطة أو حيوان تربيه لابد أن تطعمه، لابد أن تعتني بصحته، فإذا لم تكن مستطيعا هناك من الأماكن أو هناك من الأشخاص من يستطيعون أخذها والاعتناء بها، فأن تحبسها حتى تموت أو أن تضيعها هذا من الذنوب، بل هو من الكبائر. وإلا ما كان أن يقول رسول الله دخلت امرأة النار، وهذا يدل على أن هذه كبيرة من الكبائر، في هرة حبستها. ونحن اليوم كذلك نسمع هنا وهناك الجدل الواقع حول الذبيحة، وصدرت قبل أيام يعني كلام عن عدم جواز أو إباحة القانون للذبيحة الإسلامية. وإننا نقول من فوق هذا المنبر انظروا إلى سيرة رسول الله وقرأوا ماذا قال رسول الله عن الذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي عند الإمام مسلم إن الله أمر بالإحسان في كل شيء. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو الإتقان، هو درجة عالية في ديننا، بل هو أعلى المراتب في التعامل مع كل شيء.
والله كتب الإحسان على كل شيء حتى في الذبحة، إذا قام أحد بذبيحة لابد أن يحسن الذبحة. وبين كيف رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك العلة وراء ذلك، قال الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم قال وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، فليرح، وفي رواية وليرح. هذا الحد أن يحد شفرته حتى تكون حادة للغاية، بحيث أن هذا الذي يذبح هذه الذبيحة التي أحلها الله من بهيمة الأنعام، إذا ذبح يمر على الأوجان هذه التي موجودة، فيمر عليها مرة واحدة فتموت ميتة طيبة ليس فيها تعذيب. سبحان الله. وقد يعني نرى الآن الناس يجادلون هل هذا الصرع والقتل بهذه الوسائل هي أرحم لهذه الذبيحة مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بأمر الله بالحيوان من هؤلاء الآن الذين يتصدقون ويتكلمون. والأمر ليس فقط محصورا على هذا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يريد أن يذبح ذبيحة وهو يحد شفرته أمامها، يعني هو سيذبح والذبيحة أمامه وهو عنده شفرة يحدها أمامها، فماذا قال؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ وفي رواية أتريد أن تميتها موتت؟ لماذا؟ لأنه يحد هذه الشفرة أمامها، فهي تنظر إلى الشفرة وتعرف أنها مهددة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفرة أمام هذا الحيوان، يعني لأنه سيراها وسيتأثر بها. سبحان الله، انظروا إلى هذه الرحمة. فليرح ذبيحته، شوف العلة مذكورة، لأن النبي ما أراد أن تتألم وأن يعني تعذب هذه الذبيحة، وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وسبحانه من الأدلة، والأدلة كثيرة، وأنا دائما أقول لكم في المهد المقام ليس مقام توسع، كان النبي دافع عن الحيوانات، كان النبي في طريقه فبركت القصوى، فقال الناس خلأت القصوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت، ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. انتبهوا إلى هذا الأمر، العرب إذا كانوا في طريقهم ومعهم الجمال ويعني الوسائل التي كانت في الطريق في طريقهم، وبركت مثلا قصوى أو جمال أو أي دابة من الدواب يعتبرون هذا من سوء خلقها، فلما بركت ناقة رسول الله قالوا خلأت القصوى، قال ما خلأت وليس لها بخلق ولكن حبسها حبس الفيل. يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجمل، يقول له ما خلأت ولكن حبس هذا الوقوف الذي وقفت، وهذا البروك الذي بركت إنما هو بأمر الله، وهذا ليس لها بخلق، يعني حتى لا تعاب. وقد نهى النبي بل لعن الذي يعني يرسم
أو يسم الدواب مثل الحمار أو غير ذلك من الأمور، يعني يضع بعض العلامات في وجهه أو في كذا. لعنه رسول الله لهذا، لماذا؟ ليبين أن هذه الدواب وهذه الأنعام وهذه الحيوانات كذلك تستحق الرحمة، بل هي من مخلوقات الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن نتعامل معها بتلك الرحمة التي جاء بها هذا الدين. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذه الرحمة في أرض الواقع تصديقا وتطبيقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.